صحيح فريد، من بعد ما نحن اللبنانية كسرنا الرقم القياسي لأكبر جات حمص وأطول ساندويش لبني وأكبر قرص كبة بالعالم، اليوم عم نحتفل لأنه عم ينرفع اسم لبنان من جديد على الصعيد العالمي. بالفعل فانيسا، ونحن بيروت بلس تي في بنفتخر أن نكون الأوائل بنقل تفاصيل هالحدث حصرياً وعششتنا. خلينا ننتقل نحن والمشاهدين تنعرف تفاصيل أكتر مباشرة من قلب الحدث. زميلنا روي. روي؟ صحيح فريد، مثل ما بتعرف اللبناني كيف ما بتكبه بيجي واقف. أنا معكم اليوم مباشرة من أنطلياس، وحد من المقاول شكري عطلة. شكري وبكل فخر كسر الرقم القياسي العالمي لتنفيذ مشروع صيانة الطريق بأطول وقت ممكن بالتاريخ. معلم شكري، أنت دخلت كتاب الجينيس من بابه العريض، شو فيك تخبرنا عن هالتجربة؟ بصراحة أنا مثلكم متفاجئ اليوم، لأنه فعلا الوقت بيقطع بسرعة بلا ما نحس، كأنه مبارح بلشنا المشروع يا زلمة. فعلا. طيب شو سبب انه اخذ هالقد وقت؟ هل هو مشروع صعب؟ لا يا زلمة، بدنا نمد شبكة مجرير ونزفت الطريق. نعم. هاي برا بتاخد معهم شي 3-4 ايام، بس نحنا كتر خير الله مدت معنا سنتين. طيب خبرنا بالتفصيل شو صار. اول ما بلشنا نحفر كسرنا اسطر مي اساسي بالغلط، حكينا شركة المي اخدت معهم جمعتين 3. مهم نحنا بهالوقت ما نطرنا، بس بالغلط المهندس حمل الخريطة بالقلب وحفرنا ميلة الشرق بدل الغرب. حاصله من بعد ما انحلت اجوا اعياد ما اعياد، فرصنا شوي بهالوقت بلشوا يحفروا للتليفونات واضطرينا ننطرهم. غمض عين فتح عين، لقينا حالنا كسرين الرقم القياسي يا معلم. حلو كتير حلو كتير. ومثل ما شفت انه عم بتوزعوا بقلاوة اليوم. مش بس بقلاوة، هلأ عشية عاملين حفلة زجل بالساحة. عين. مع انه العالم اتضايقت بالاول انه مثل ما بتعرف غبرة وما غبرة وتكسير جنوطة، اليوم الكل مبسوط وعم بيشاركنا الفرحة. وعندي مفاجأة لكم اليوم. تفضل. نحن قررنا نمد المشروع وما نزفت قبل 2-3. حلو. هيك على الأكيد ما حدا بيكسر لنا رقمنا قريبا. شكرا شكرا معلم شكري على هالجهد تبعكم، ونحن هلا بنرجع لاستديوهاتنا. إلك فريد. إلك فريد. فريد. فريد.